نتعرف اكتر على الواقعه اللي حصلت دي. معانا كابتن ايمن صلاح، عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد. كابتن ايمن، في البدايه عاوز اعرف طبعا، او برحب بحضرتك، لو معلش انا كنت منفعل شويه يا كابتن، هل في شكوى بخصوص الموضوع ده؟ مساء الخير يا كابتن ابراهيم. هو الموقف او الفيديو اللي اتعرض عند حضرتك احنا كلنا شفناه، وكشكوى او حاجه اتبعتت رسمي ما عندناش حاجه اتبعتت رسمي، لكن احنا كاتحاد كره يد بتدير اللعبه. الموقف ده كان حصل قبل كده برضو من شهرين، شهرين ونص، احد المباريات برضو في نادي، وتم التحقيق مع ده كان بناء على شكوى، وتم التحقيق مع المدرب طبقا لكتاب الاسس والتعميم ال 12 من الاتحاد لجميع الانديه. تمام. وتم توصيه من قبل لجنه المدربين بايقاف المدرب 6 شهور، وتم عرضه على مجلس الاداره، ومجلس الاداره اتخذ قرار بمضاعفة العقوبة وبقت لمدة سنة. تمام. ده موقف سابق، لكن الموقف الحالي اللي حضرتك بتشرحه واللي احنا شفناه وتقريبا كل مصر شافته لانه شاير على جميع المواقع، طبعا موقف او الفيديو مسيء لينا كلنا كرياضيين قبل ما نكون بتوع كرة يد متخصصين. مهما كان اللاعب بيمرن بيعلم بيدرب، مفيش حاجه بتتعمل كده لطفل او لحتى شاب. يعني لما يبقى لاعب مواليد 2010 وبيتعمل فيه كده، حاجه مقززه وحاجه مسيئه. يعني طب حضرتك تقول ايه للمدربين اللي بيتعاملوا بالطريقه دي مع اللاعبين، وتقول للاسف لهم الاتحاد هيعمل معاكوا ايه لو حصل كده تاني؟ الاتحاد يعني التعميم اتبعت للانديه من اكتر من 3 اشهر، واوريدي في كتاب الاسس بند موجود في كره اليد المصغره وفي لائحه الجزاءات والعقوبات، بالعقوبات اللي بتبقى موجوده على المدربين او حتى ولي امر. في كمان بيبقى في كره اليد المصغره موجود بند في كره اليد المصغره في كتاب الاسس، حتى ولي الامر اللي بيعنف او بيضرب برضه بيبقى له عقوبه كاتحاد يعني. لكن احنا بنتكلم بقى في الحاله دي تحديدا يعني يا كابتن ابراهيم، احنا في انتظار نتيجه بعد التواصل مع النادي تمام اللي حصل فيه الواقعه. احنا في انتظار نتيجه التحقيق اللي احنا عارفينه ان هو تم ايقاف المدرب، واللي احنا عارفينه ان في تحقيق تم مع المدرب، وان في عقوبه هيتم اتخاذها على المدرب. النهارده تم ارسال فاكس للنادي بموافقتنا بنتيجه التحقيق وقرار النادي في هذه الواقعه، وعلى اساسه هنتخذ بعد كده احنا بقيه الاجراءات من ناحيه انه هيتم التحقيق معاه من قبل كابتن عفت رئيس لجنه المدربين، ورفع امره برضه لمجلس اداره الاتحاد في اول اجتماع قادم ان شاء الله، لان المنظر مسيء لينا جميعا كرياضيين قبل ما نكون مسؤولين في اتحاد لعبه جماعيه مشهوره بتحقق انجازات يعني بشكل مسيء ومقزز جدا يعني. والله هو شكل يعني او المنظر يعني يوجع القلب بصراحه يا كابتن، يعني طبعا قبل طبعا اي حاجه ويوجع القلب ك مش رياضه يعني، دي مش رياضه، دي رياضه اخلاق وتربيه وسلوك يعني. اكيد طبعا يا كابتن، وانا اللي بشكر. بيحصل ده ملوش معنى تربوي خالص يعني، وده الهدف من الرياضه طبعا، التربيه قبل تعليم المهارات. وبشكر حضرتك جدا يا كابتن والله بجد على الاجراءات اللي انتوا خدتوها، وده طبعا احنا دايما بنتوسمه في اتحاد كره اليد وفي جميع الاتحادات التي لا تقبل اهانه اطفالنا وقاعده ابطالنا. شكرا كابتن ايمن. شكرا شكرا.